بتقلها يعني اكيد ما عندك مشكله اذا بروح؟ بتقول لك لا ما عندي. بتقول لها شو؟ شايفك متضايقه، في شيء؟ بتقول لك لا ما في شيء. وجرب مد ايدك على طوبه الباب وبيطلع في اشياء واشياء، وعتبك على اللي بيستوعب شيء. بينتكت الارشيف من يوم ما تعرفنا على بعض لهلا. لا وشو؟ انا زاكرة سمكه؟ يعني ما بتذكر شيء من شيء. ليش بقى هي دائما لازم تقول لا قبل ما تقول ايه، وتقول ايه قبل ما تقول لا؟ لك شو هالتركيبه هي؟ انت ما تعودت عليها. لك انت مين هذا الحمار بروح لعندك على العياده بيدفع لك مصاري مشان تعالجه؟ ما لا ومالك اخلاق ترد؟ قصة إلي خلاق. بس أنا بستغرب من الناس اللي بتضل بتلف حوالين المشكلة أكثر من 20 سنة، وبتستغرب من سلوك الآخر تجاهها أو من المشاكل اللي ما عم تتغير بنفس الحدة. يعني أنت فينك تفهمني شو اللي تغير لحتى يتغير سلوك بسمة تجاهك أو سلوكك تجاهها؟ تستغرب؟ هي بحاجة اهتمام. هي فقدت الثقة فيك يا بني آدم، إنك تكون مهتم فعلا مهتم. إحساس الواجب إحساس مهين لمشاعر المرأة، بدك تحاول ترجع الثقة بيناتكم. أخي هو الزواج بحد ذاته عملية تحويل هي المشاعر لواجبات. طيب ممتاز، يعني أنت حاول بال40 سنة اللي جايين إنك تقنعها. يعني بضل الوضع عند المرأة مختلف، شو؟ هي بتضل تطلب من الرجل انه يرجع لنفس المشاعر من اللحظة اللي تعرفوا فيها على بعض. ليك يا ورد ما عندها هي القصة. شو يعني هي مالها مرأة؟ انت بتعرف حياة الورد منيح؟ لا بس بعرفها. لا لا انت ما بتعرفها، بتعرفها منيح. شراب؟ يعني المنيح عبد السؤال، بس انت على اساس ما بدك ترجع للكحول. ايه على اساس كنت متوقع انه الحياة تكون اقل حقارة معي. لا والله يعني جد، هلا ليه الرجال بيفقد اهتمامه بينما المرأة بتضل على ذات الوتيرة؟ طبعا هي ولا بمرحلة بتكون عم تهتم فيك، هي عم تهتم باهتمامك فيها. لك لأنه الرجال بيكون عم يطلب من المرأة جنس بس، اوكي؟ فبيعطيها عاطفة ليوم العاطفة، بعدين بيتجوزوا بيخلص الشغف. شو بدي اهتم فيها بقى؟ يا سيدي طلعنا معك جنس عاطل، الله يعزك. هيك بيشربوا الكحول يا بني ادم، الكحول بده زمن. حضرتك مكتئب بس باتيكيت. ما بدك تروح بقى يغير الجو. خذ معك هدية لمرتك. لا تاخذ ورد، لأنه غالبا النسوان بيكونوا عافوا حياتهم من الورد، أساسا ما بذكرهم غير بالمشاكل. هلا أنت ما دامك بتعرف كل هي التفاصيل، ليش طلقت؟ وقت عرفت هي التفاصيل ندمت إني طلقت. آه يعني أنت هلا عم تحاول تعاقب حالك، تنتقم من حالك. لأي ساعة بقى يعني أنت؟ كمل معروفك واقترح شي هدية. بعتقد بهالوقت ما فيك تاخذ لها غير بقى خضرة من سولال. يا سلام، ها صار في اكل طبعا. اجت لونا، شو هاي؟